السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظر إلى وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أخرجه المسلم. وزاد في رواية: ثم أقرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. متفق عليه. الشرح: من الكرامات التي أعدها الله لأهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم، وهذه أعظم لذة ينالها أهل الجنة، فمع معهم فيه من نعيم فإنهم يتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم.